الحج عايد طبعا بدايه حي الحزين، تحكي لنا حج شو اللي صاير عندكم هون؟ والله على الساعه تقريبا 4 الى 10 نعم اجاني البلف من عمال برن. هسه رفعت التلفون ولا هو اخوي بقول لي اطلع برا شوي، بقول له شو السيره في اشي؟ نعم انا الصراحه والله خفت، يعني قلت اذا في عنده اشي راح جاي عشان عنده بنت مريضه. المهم طلعت بقول لي شوف سيارتك، طلعنا على السيارة واللي هي حالتها من هذا الدهان، طلعنا على سيارة جيراننا دار زيدان ودار أبو علاء نفس العملية. في سيارة برضو هون الرابعة. نعم. اتصلت طوالي تلفون للبوليس. اجى البوليس على الساعة 5:15، شاف هذا الوضع، قال يعني بالفعل يعني شيء مخجل يعني جدا يعني. نعم. على هذا الوضع. كيف ما كيف؟ قلت له والله احنا نايمين على الساعة 2:00 انا ظليتني قاعد هيك برا هيك عمال، صارت اكيد بعد 2:00 هاي الشغلة. طب يعني انت حسب رايك شو السبب تبع هاي الشغلة؟ والله هذا عمل تخريبي وبعرفش ايش ليش شو السبب، يعني لو ان انكسروا ازاز يعني اخذوا غرض قاموا اشي يعني ممكن. بطل في امان عندنا بس هون قلة امان، فيش امان عندنا صار. وانا بحمل الاهل المسؤولية، احنا نعم. وصلنا لوضع ان سخنين بطل فيها امان بالفعل يعني. انا بفتخر ببلدي سخنين وبرفع راسي فيها، اما اللي من بسمع انه سخنين صار فيها حرايق اشياء من هالزي، هذيك المره دكاني، هذيك المره حرق سياره، وهي احنا يعني اليوم هاي ظاهره جديده اسا دهان السيارات. يعني انا حكيت مع الاخ خالد العلم تسبريح 10 شيكل، بس هاي 10 شيكل بتخرب بالاف الشكاليم او بملايين الشكاليم. يعني الشغله كلها يعني بيعملوا خراب بخمس زي ل 20 سياره شغله. نعم. من هالزي. نعم. يعني برضه هاي بتضر يعني. يعني قام الصبح الاولاد الصغار يبكوا عندي، والبنت لسه اليوم بتقول لي يا ابو انا ما عادش انام بقطي، يعني بطل حتى امان واحنا نايمين يعني. يعني مفيش حاجه يعني نحط يعني الشمير بالحاره او ابصر شو، بالعكس يعني بلدي انا منيح. طب انت انسان في لك اعداء؟ احنا بنعرفك يعني رب العالمين. انا صاحب مع الكبير ومع الصغير ومع الاختيار ومع الشاب وانا معروف يعني بسخنين يعني الحمد لله. يعني انا اخر مره صورتك بتذكر في وادي العين، كنت متطوع الحمد لله لاهل سخنين، تطوعت في وادي العين الحمد في لله كثير مشاريع يعني انت بتشارك فيها. كل شيء لله انا بعمله، يعني اي مشروع خيري انا مستعد والحمد نعم. لله وهذا الجواب يا قدامك يعني ما اعرفش ليش يعني مش زلمه من مش له اعداء يعني. هون جارنا ابو علاء الاخر نفس الاشي صار معه نفس العمليه. وجهت برضه غير البوليس لمازن غنايم كان عنده برضه كنه شغله، طلع خالد خلايلي وطلع برضه الاخ شو اسمه ابو خميس برضه طلع شاف الوضع كيف احنا. نعم. قال لي لا مش لازم نسكت على هذا الاشي. لا لازم. توجهت لأمامية المساجد للشيخ فريد برضه، الشيخ علاء ما ادريتوش والشيخ سلامي. شاف الشيخ فريد انه احنا باي وضع موجودين. الخطبة الجمعة اللي فاتت كانت على نفس الموضوع، انه كل واحد يدير باله على ابنه على بنته على الى اخره، بعرفش يعرف ابنه وين بروح اي ساعة بيطلع مع مين بيمشي. وشو بدي اشوف من اول، حسبي الله ونعم الوكيل هذا الموجود. حسبنا الله، شكرا لك.